يا خويا هذا نهار عندنا عيد والله نهار عيد كي نشوف خاوتنا محمد وعلي يعني صافي بليزير. انا عندي 30 سنه ولا اكثر ما شفتوش محمد والله علي كيف كيف اكبر من 30 سنه. اليوم يعني نهار يعني فرحه كبيره والله ما تتصوروا يعني واش الفرحه كي تلاقيناهم والحمد لله يعني كي جاونا فرحونا نورونا وجوهنا وكتشوف الشعب كيف فرحان الشعب مشتاق يعني وجوه امجاد كره الرياضه الجزائريه وهذا من اهل امجاد كره الجزائريه
كي محمد قاسي سعيد كي علي بن شيخ، هذا الشعب القلمي محروم من الشيء هذا، والحمد لله هادم هاو عطاوهم فرصة وقدموا لهم وجاوهم، وإن شاء الله هادم الأفراح تتكرر، فهمت؟ تتكرر ونشوفوا خوتنا أخرين ونشكروهم، يعني شكر جزيل والله ما تتصورش وش فرحت كي شفت خويا محمد وخوتي الأخرين اللي كانوا يلعبوا معايا. الحمد لله يا ربي، نهار سعيد مبروك إن شاء الله. فرصة باش عاودنا شفنا خونا كمال اللي للأسف مرض تعب، وإن شاء الله دوكرا في تحسن كبير، تقريبا 30 سنة كما قال هو ما تلاقيناش، لعبنا الفريق الوطني كيف كيف، لعبنا المقابلات ضدنا، وحنا كنا عندنا 10 أيام كنا في عنابة، واتصل بي كان معنا كمال مواسا والصديق تاعو هذا حمدة اللي عرضونا باش نلحقوا القلمه، ما تردناش مباشره، قلنا له رانا نجيو ان شاء الله، شوفوا برك اون دات اللي تناسبنا ونجيو، وهذه فرصه وفرحانين كثير مع هذا الجمهور الغفير اللي موجود هنايا. قلمه يبقى فريق اللي خرج اجيال يعني، وعطى المنتخب الوطني، ما نذكرش الاسامي ربما يزعفوا علينا، ولكن ما نجموش لانكونتورنابل تيوا اللي هو من اللي عطاه شرف الكرة الجزائرية. واش نزيد نقول لك، ماذا بيا نشوف أنا يعني فرق الكبار هذوما كيما قلمة ولا رايد القبة ولا كان بالعباس اللي زاد راحت، يعني عدة أندية للأسف لمدة كثير الكرة الجزائرية اليوم راهي تخبط في المشاكل ديالها وراهي تنزل، أحس كذا كانت وحبطت. نتمنى لهم إن شاء الله نعاودوا نشوفوا هذه الأندية الكبيرة في المستوى الأول، ولما لا يزيدوا يخرجوا لنا لاعبين كما خويا كمال، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نزيدوا تعاود تكرر المبادرة الحسنة، لأن نشوف أن الجمهور هنايا راهو متعطش باش يشوف الوجوه القديمة، ونشكر هذا الجمهور الغفير بالاستقبال الحار اللي قدمه لنا. Thank you.
حاجة الأولى نرحبوا بخاوتنا لي بن شيخ بورحلي رضوان حسين مترف برقيقة، نرحبوا بهم إن شاء الله في كيما نقولوا في دارهم راهم هنايا، وكيما مبادرة كيما هذه تخلينا كيما نقولوا نرجعوا الذكريات، كيما حسين عندنا مدة ما شفناهش، برقيقة عندنا مدة ما شفناهش، الحمد لله يا ربي كيما نقولوا هاك تشوف الشعب كامل فرحان ويدي في صور تذكارية. واش راح نقول لك؟ المزيد منها إن شاء الله، المزيد منها إن شاء الله. واش راح نقول لك؟ بارك الله فيهم واللي وقف على هذا كيما نقولوا هذا المبادرة ذي، بارك الله فيها، بارك الله فيها إن شاء الله. هذه المبادرة جات يعني رحنا شفنا مبادرة كما هذه في عنابة. احنا اليوم كما نقولوا تفاهمت انا والشيخ مواسى باللي ندير المبادرة هذه، وان شاء الله هك تشوفوا في المبادرة وتشوفوا واش الناس فرحانة، وهذه كما نقولوا بها الرياضة تزيد تحيا في ولاية قلمة. ونشكروا كما نقولوا الضيوف اللي جاوا، اللاعبين علي وبوحنيكا وبورحلي وكل ومترف وبرقيقة، وهذا شرف لولاية قلمة وبنحيوا حتى الرياضة من دارها وجديد. ويعني نشكرهم بزاف خاطر ما تعبوا في السخانة هذه وجاوا لباوا الدعوة هذه، بارك الله فيهم. وان شاء الله ماشي هذه الاخرى، وان شاء الله يكون من هذه تنطلق الرياضه في ولايه قلمة ان شاء الله. جمهور قلمة على باله باللي احنا الناس هذيك يعني رباوا الدعوه هذه، على بال محتاجين باش يشوفوا الناس هذما، وكان يعني هذا شرف كبير يعني كي نشوفوا الغاشي كما هذا، نعرفوا باللي كاين ناس تبع الرياضه في ولايه قلمة. نشكر المنظمين اللي نظموا هذه المبادره الطيبه. رحبنا بالاخوه تاع الهداف، راح نديروا مباراه استعراضيه بمناسبه اول خطره نورمال موت في ولايه قلمة، من اجل احياء بعض المال لكره القدم. اللي انا كم لاعب قديم في فريق ترجي قلمة تنسات شويه مع هذه المبادره نورمال موت تزيد تحيا ان شاء الله. مرحبا بالضيوف تاعنا، مرحبا بكم هنا انتم. Thank you.
نشكر اللاعبين الدوليين يعني اللي جاوا باش شاركوا معنا في الحفل هذايا. ثانيا هذه مبادره درناها يعني باش نحاولوا كيفاش يعني نفطنوا الناس المسؤولين اللي يشرف على كره القدم هنا في مدينه قلمة، فريق اللي عنده تاريخ كبير وكان عنده عمره كامل هو كان ينشط في القسم الوطني الاول، وعنده كانت عنده عده لاعبين يعني اللي سبق لهم وشاركوا في الفريق الوطني، ولكن مع الاسف العشريه ولا نقولوا 20 سنه الاخر هذه الفريق يعني كما قلت ما بقى فيه الا الاسم. ما كانش امكانيات، ما كانش يعني ناس يعني اللي عندهم الغير على الفريق هذايا. احنا درنا المبادره هذه مبادره تحسيسيه، مبادره ان شاء الله نخليو خاصه السلطات المحليه يعني باش ياخذوا بعين الاعتبار يعني المصير تاع الفريق هذا والمستقبل تاع الفريق هذايا. وراك تشوف يعني الجمهور اللي جا حضر القالة هذايا متعطشين، وما نساوش اغلبيه اللاعبين اللي جبناهم اليوم لهنا تاع الفريق الوطني سبق لهم وين تنافسوا مع فريق ترجي قلمة، دونك يعرفوا مليح الفريق هذايا ويعرفوا امكانيات تاع الفريق هذايا. اكشوف والله العظيم شيء مؤسف يعني قلت لك نشوف باغ اكزومبل اللاعب تاعنا اللاعب الدولي السابق الحارس كمال قفار اللي راه قاعد يعاني في صمت واحد ما على باله به لا من جهه الفريق الوطني لا من جهه يعني مسؤولين ترجي قلمة، وهذا شيء مؤسف جدا يعني باش تخلي يعني واحد ابن الفريق واحد اللي قلت لك اللي كان رفع الدافع على الالوان تاع ترجي قلمة في اعلى مستوى تشوف يعني في صمت. ان شاء الله قلت لك هذه المبادره هذه تخلي هذه فرصه ان شاء الله باش نعاودوا نلم الشمل تاع كل يعني المشرفين على كره القدم هنا في مدينه قلمة، وهذه ان شاء الله يتصالحوا كل ما بيناتهم ولما لا ان شاء الله تكون انطلاقه جيده في الموسم الجاي ان شاء الله، وهذا في صالح الجميع وصالح وخاصة في صالح الفريق. السلام عليكم. لك حبيب الإسلام لاعب أكاديمية سيدي بلعباس أقل من 16 سنة حارس مرمى. شرف لينا نلعبوا معاهم وإن شاء الله نوصلوا لهم ونشكرهم كي جاونا منتخب الوطني إن شاء الله. وراح تغادر الأكاديمية وتقف الأكاديمية؟ لا غادر. من الوجهة تاعك المستقبلية إن شاء الله؟ ألمانيا إن شاء الله. ألمانيا إن شاء الله. وقتها تروح إن شاء الله؟ ما لا ما زالت مش سمنتين. السلام عليكم. نشكركم على تلبية الدعوة على خويا رضوان بوحنيكة بن شيخ قاسي سعيد يسعد بورحلي مترف برقيقة لباو الدعوة. نشكرهم كما نقول لك شرفونا اليوم في مدينة قلمة لاعبين قدامى لعبوا لا ماجوريتي تاعهم لاعبين منتخب وطني.
يا خويا تشرفنا بهم هنا اليوم اللي كانت مباراه استعراضيه، والانصار تاعنا كل تقالمه اليوم فرحوا يا خويا والله صافي ان غرون بليزير كي شرفتونا. كاينين لاعبين كما يقول لك بالك فيزيكمو صح طاحوا بصح اللمسه تقعد، كما شفنا اليوم يسعد بورحلي اللي جاس تكنيك بن شيخ برقيقة مازالوا الناس كما يقول لك اللمسه تقعد، بون جوار تقعد له اللمسه يا خويا. نتمنى لهم كما يقول لك مزيد كما يقول لك من النجاحات في حياتهم، انتم البلاطو تاع الهداف مزيد من النجاحات على عليك اخويا رضوان يا خويا، وحنا صافي ان جروب بليزير ان شاء الله تزيدوا ترجعوا لنا هنا لقالما ان شاء الله. فريق كما قال ما سي دوماج ما راهوش في بلاصته الطبيعي. سي فري اليوم الانصار انا قلت لك الانصار تاع قال متشوقين كما يقول لك يشوفوا الاسكادون في الناسيونالين، مي دوماج كما يقول لك لا غالب كما يقول لك الفريق هذا من الاسوء اللي اسوء. ان شاء الله نتمنوا من السلطات هذه دعم الفريق على السيد الوالي، ان شاء الله انت هذه رساله كما يقول لك مشفره للسيد الوالي يعاون فريق طارجي قال فريق الامجاد وفريق عنده تاريخ كبير. واش تقول لي سعد بورحلي اليوم اللي لعبتوا في فريق واحد ما لعبتوش كونتر بعضكم دوز افونسور؟ يسعد كي العاده انا ليكيب اللي يكون فيها يسعد بورحلي اللي دوز اتاكون اللي يتفاهموا دو بوان ديما انا ويسعد في ايكيب واحده يا خويا. ميرسي بوكو على الحضور تاعكم وسي ان غرون غرون بريزيل مره اخرى، ورساله من الانصار قال ما يشكركم على تلبيه الدعوه. معنا زعلاني مسقط راسه هنا في قلمه واللي شارك في هذه المباراه الاستعراضيه، اللاعب اللي برز في شباب قسنطينه وايضا في الدوري المغربي ثم الدوري السعودي وحاليا يعود للدوري الجزائري. واش تقدر تقول لنا على المباراه الاستعراضيه اللي كانت اليوم بحضور نجوم كرويه كبير؟ السلام عليكم. اول حاجه شرف لي كبير اني نكون متواجد بين كبار كرة القدم الجزائرية مثل بن شيخ، مالك زيايا، بورحلي. صافي بليزير ليا نتواجد معاهم، والحمد لله المباراة فاتت كانت استعراضية، الجمهور القلمي يستمتع بها الحمد لله، هذه صافي بليزير تكون مقابلات كما هكا. صح والله كما قلت لي الجمهور سيرتو الاسكادرون نوار تقدر تقول ماشي في المكانه تاعها، نورمالمون الجمهور القلمي يستحق ليكيب الاسكادرون نوار هذه تكون في مكانه في بين الاقسام الاولى، هذه هي ان شاء الله تعاود تولي المكانه تاعها وان شاء الله يعاودوا الافراح لهنا الولايات قال ما شاء الله. ان شاء الله الفريق اللي خرج سيريدي، خرج سيريدي المعروف بي تي واو، خرج الكثير من الاسماء، زيايا، امير سعيود، فريد غازي والكثير، مخناش ايضا، مخناش والكثير، شكاتي اللي فرج شكاتي، وسويداني بوجمع رحمه الله عليه الشهيد. تعاود تولي كما كانت قال ما باسكو كي تشوفها كما هكا والله قلبك يوجعك، تعاني في الاقسام السفلى، ان شاء الله يلتفوا بها وتعاود تولي المكانه تاعها الاصليه ان شاء الله. ان شاء الله. زعلاني اليوم لو نولوا لمستقبلك الكروي، انت اللي برزت في شباب قسنطينه، رحت للدوري المغربي في البطوله المغربيه ثم البطوله السعوديه، يقال بانك عندك الكثير من الاتصالات لا سيما في فريق مولوديه الجزائر، هل تؤكد او تنفي هذه الاتصالات؟ والله في اتصالات من مولوديه الجزائر بصح مازال ما كانش زعما اي حاجه. اي والله ما كانش حاجه رسميه، ان شاء الله انني مازال عندي الوقت، مازال ميركاتو طويل، ان شاء الله انا نشوف اللي كيب لي تناسب طموحاتي وان شاء الله اللي فيها خير ربي يجيبها ان شاء الله. لكن رسميا تعود للبطوله الجزائريه ما عندكش ربما اتصالات خارج؟ في عروض في المروك اللي وين كنت اولمبيك خريبكا حب يعاود يرجعني، في الدرجه الاولى في السعوديه، وفي بعد الانديه في الجزائر هنا راني نتفاوض معاها، مازال ما كانش حاجه رسميه بصح. لحد الان لا يوجد اي رسمي، لكنك تفضل العوده للبطوله الجزائريه؟ نفضل اني نعود للبطوله الجزائريه ان شاء الله. هدف لاعب دولي سابق، اليوم حضرت مباراه استعراضيه هنا في قلمة، كان نجاح بكل المقاييس، جمهور غفير وغفير جدا حضر، متعطش للمسات الكرويه تاع الجيل السابق والجيل الحالي ايضا، واش تقدر تقول لنا على المباراه الاستعراضيه تاع اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكر الناس اللي نظموا هذه المقابله وعلى راسهم الحمد. لعبنا في مدينه رياضيه، خرجت لاعبين كبار على كل حال، تقريبا يعني من احسن اللاعبين اللي انجبتهم الكره الجزائريه، فريق عريق راهو في مرحله صعبه جدا وما يستاهلش الوضعيه اللي راهو فيها، مدينه تنفس كره القدم استاذير، انا كوني من مدينه سطيف نتقاسم معاهم يعني
اللون الاسود والابيض، وتاريخ ثاني 8 مايو 45. لعب عندنا ملعب عبد الملك زيايا اللي صنع ثاني امجد ويفاق سيف. استاذير انا كي جيت لعبت هنا راني شغل راني في دارنا في داري. نشكرهم، نشكر الانصار اللي استقبلونا بحفاوه كبيره. يعني مدينة تتنفس كرة قدم، نتمناه إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله تتحسن ظروف هذا الفريق هذا إن شاء الله. شفنا اليوم مباراة استعراضية، أهداف كثيرة، لمسات كروية جميلة، تمتع بها الجمهور صراحة في هذه السهرة. وش قدر تقولنا على اللمسات الكروية اللي ما زالت عند برقيقة، عند حسين مترف، عند علي بن شيخ، عند الكثير من الأسماء اللي لعبت اليوم، بلا ما ننسى عبد الملك زيايا وخاصة أنت يسعد بورا. والله تلعب مع هذ اللاعبين وخاصة أنك نسيت ثاني لاعب هو فكيد عزوز فكيد. يعني كانوا يلعبوا ديجا قبل كان عندهم مستوى كبير وبروفا في البطولة الوطنية باللي لاعبين كبار، وخاصة حميد برقيقة وزياد هدافين من طراز العالي. اليوم الببليك تمتع بالعروض خاصة مع علي بن شيخ اللي الناس يحبوه بزاف وجاو على جال وعلى كل حال أكثرية. والله من اعماق قلبي نشكرهم يعني على الحضور تاعهم وعلى المبادره اللي قاموا بها. واني قلت لك مره ثانيه نتمنى ان شاء الله السلطات المحليه في مدينه كلمة تلتفت لهذا الفريق العريق اللي انجب العديد من اللاعبين الكبار في البطوله الوطنيه. تفاهم كبير بينك وعبد الملك زيايا، رغم انكم تلعبوا في نفس البوست، اليوم ثاني شفناكم متفاهمين حتى داخل ارضيه الميدان وخارجه. واش تقول؟ هو اعطانا كلمه ليسعد، انت واش تقول عبد الملك؟ والله انا نعتبره صديقي وخويا صغير كما يقولوا. سيت انا بو سونتر اللي جربي بخستيف الى بوكو بروغريسي، ظهر مهارات كبيره. لا بروف لعب في السعوديه، لعب في تونس، لحق المنتخب الوطني. اعتقد انا من احسن اللاعبين اللي انجبتهم الكره، ومن اروع ومن احسن رقم 9 في من ناحيه التهديف. كان حصل لي شرف لعبنا كيف كيف ولا في مدينة سطيف، ولي سيبورتا تاع وفاق سطيف يحبوه. ابري لا كارير نتمنى له غير الخير، نتمنى له بمثابة اخ وانسان يعني متخلق وانسان ما شاء الله واخ بالنسبة لي هو اخ صغير. اليوم شفنا عدد يعني كبير من المناصرين اللي جاوا وشافوا هذه المباراة الاستعراضية، وهنا يدل يعني على ان هذه المدينة مدينة اللي يعني تتنفس كرة القدم. ونشوفوا بلي فريق ترجي قلمة يعني اللي كان يعني في السابق كان يعني في عز ايامه، كان يعني يمر بفتره جد زاهيه وكان يفرح هذه المنطقه. نتمناو يعني هاد الليجان يعني وهذوما كاع الشبان يعني يفرحوهم ويعاونوهم يعني السلطات باش يكون عندهم فريق احسن فاحسن، لان كي تجي تشوف مدينه كبيره كما هذه تستاهل اكثر من هذا الشيء. تستاهل فريق كبير، تستاهل فريق يكون تنافسي، فريق يعاود يولي للواجهة كما كان في السابق. ونتمناو التوفيق يعني للمسؤولين اللي يكونوا واقفين على هذا المشروع ان شاء الله. والمباراة واش تقدر تقولنا على المباراة اليوم الاستعراضية والاستقبال الكبير اليوم؟ والله غير استقبال كبير خويا رضوان، ونشكروهم على هذا الاستقبال. وكانت مباراة استعراضية، كانت مباراة جد مميزة وين الجمهور استمتع بالاهداف، يعني شاف عدة لقطات فنية. الحمد لله وين شفنا لاعبين يعني كبار اللي ما لحقناش عليهم، لعبنا كونترهم كيما كاين علي بن شيخ اللي رانا نلعبوا معاه ما لحقناش، ما لعبتش معاه، مي كي تلعب معاه هكذا سي تان بليزير وحاجه تقعد لك في لي سوفونير. ونتمناو يعني التوفيق لهذه المباراه، ونتمناو يعاودوا يديروا هذه المبادرات، لان هذه المبادرات راح يعني يعرفوا الناس يعني اللي جينيراسيون جدد يعرفوا شكون فلان شكون هادو حتى اللي ما لحقوش بهم. ونتمناو التوفيق لكل من يقوم بهذه المبادرات. السلام عليكم. والله بور كومونسي نشكروا خونا الحمده هادو ولادو هادو الله يبارك، ومواسى بيان سير اللي عرضونا لهاد الحفل اخوي كما يقولوا. احنا فرحنا لان عندنا بزاف ما جيناش لهاد المدينه الشابه هادي. سايتي ان بليزير دو فينير هنايا، هادي وحده. ثانيا صبنا كما يقول لك استقبال رائع من ناس قالمة، ناس ما شاء الله محترمين، غير مقدرونا واحترمونا ودارونا كما لقاونا كما يلزم الحال. هذه حاجه ثانيه. انا ديكوفير انا بيرسون ماجي ديكوفير اون فيل اللي عندي بزاف ما شفتهاش، مي شفتها بانت لي الحاجه الاولى اللي شفت فيها شفتها النظافه تاعها. العاصمه احنا خلاص لوسخه وعام علينا، فهمت؟
هذه اللي ديكوفريتها، وصحنا طحنا لوكازنا شفنا سيري دي تيوا لان مريض ربي يشفيه، وطلينا الجل العرس تاعو الحفل هذا في دار العشاء اللي درنا. وبور لو ماتش المقابله كشفت الغاشي اللي جا الله يبارك، ناس ممكن عطشانين كرة القدم لان قال ما راهي بحرت بحروها كاع، دونك جاو الغاشي الله يبارك وصايت اون فات. انا كان حفل اخوي انا نقول، ودرنا مقابله كما يلزم الحال، ولكن مواسات ريشانا شويه دوزيام ميطو دخلنا غير لي جون، هاو ليكزومبل هنا الجول هاوليك ها دخلنا غير لي جون، مي صايتي ان بون ماتش وجوزنا وقت والله ما شاء الله. الوضعيه اللي يتواجدوا فيها ايضا اللاعبين السابقين من بينهم الحارس، شفناه الحارس اللي راه في وضعيه مؤسفه جدا، ربي ان شاء الله يجيب له شفاء. وايضا الاستقبال الجماهيري حضور قياسي كان في الملعب، واش تقدر تقول لنا ايضا على هذا الحضور وعلى المباراه اللي كانت صراحه شيقه جدا؟ لار بور لونسيان غارديان بي طلبوا له شفاء ربي يشفيه، المرض هذا كل واحد ينجم يمرض، طلبوا له الشفاء وحده. ثانيا المقابله قلت لك جاست في المستوى سور لو بلون جو اي تكنيك، اكو شفتوا بعينكم لي فاز دو جو شامبيون ما قليل وين نشوفوهم، قليل ما نقولوش ما نشوفوهمش ولكن قليل، شفنا ان بو ماتش بوكو دو بوت، استقبال رائع. واش تحب نزيد نقول لك؟ فريمون رانا فرحانين. واش تقول لنا؟ قولي لنا كلمه. ها شوفي في الكاميرا قولي كلمه. قولي بنتي هيا باش نفرحك. عجبك الحال عجبك؟ ايه قولي لنا كلمه. وخوك يلعب مليح غارديان، واسمو خوك؟ ملكح الاسلام. باباك شكون قال يحبو بزاف شكون؟ ها؟ باباك يحب خوك اكثر منك؟ لا. تي صح. الحمد لله في مدينة مضيافة كما قال ما، يعني أنا شخصيا انبهرت بالفحاوة الاستقبال وسورتو مقابلة يعني تاع سي فريك سي دي زونسيان جوار، ما كنتش نستنى هذا الحضور الجماهيري الغفير. أظن أن اللي حضور قناة قياسي واللي حضور قناة الهداف جوبونس سا جوي ان غور تري امبورطون، سورتو لو ميم جور تاع لوفرتور تاع لي جو ميديتيرانيا شفنا يعني حضور جماهيري، هذا شيء مليح تري بيان، هذا يدل اوسي على لو فات كو هاد لا فيل تاع كالما سي اون فيل تاع كرة القدم، يحبوا كرة القدم. اي جوفر جوست اون بارونتيز بور دير يعني جو بونس با بلي قال ما ميريت وين راهي دوكا في تروازيام ديفيزيون، بلاصتها في بارمي لي غران كيما كانت بكري، انا من بكري ويهضرونا على قال ما سي تي سكادرون واس سان كلوب هيستوريك كي ميريت. جيسبر كو من نوع من هذه التظاهرات تعاود تولي الروح، جيسبر كو المحل السلطات المحليه يعاونوهم، جو بونس كي لو غاست با بوكو تروازيام ديفيزيون دو بالي بوف لو فار. Et je suis sûr que parce que à la belle Iblikaine le talent. Maintenant, il faut que les gens t'as ils se ressemblent autour de ce club et qu'ils fassent en sorte où l'équipe est. استقبال جماهيري، هل كنت تنتظر هذا الاستقبال الكبير؟ قلت لك يعني انا انبهرت، باش نقول لك نستناه ما كنتش نستناه، ما كنتش نستناه، انبهرت. اي صافي تري بليزير، جي في ان ماتش تري بليزون مع انا اليوم عرفت انكور بلوس كو علي بن الشيخ عنده شعبيه كبيره، يعني شعبيه كبيره سي كيلك شوز كي في بليزير، لي جون يحبوا كره القدم. اون اسيستي ان ماتش مع احبابنا مترف برقيقة بورحلي وزيايا والاخرين تاعنا تاع الناس فكيد، يعني اون في ان بون ماتش والله. يا دي انا شفت دي جوار بالك يقدروا يلعبوا فلاليك اون فاسيلمون، اون توكا لو بلوز امبورطون سي هو الحضور الجماعي. وحبيت نبارك نضيف سيردوان يعني حفاوه الاستقبال، يعني هنا الناس جينا رفدونا فوق راسهم،
سي كيلك شوز ديكستوردينير صافي بليزير. جو فولي اوسي روندر اوماج لورغانيزاتور تاع هذا سي حمده، يعني ما خلاناش دقيقه يرفدنا فوق راسه، يعطيه الصحه. وجاسبر رجال كيما حمده اللي راح يردوا قال ما المكان تاعها.